والفريق الثاني غلوا في إثبات الكرامات حتى عدوا مخاريق السحرة والكهنة والصوفية، عدوها كرامات وهي خواريق شيطانية ليست كرامات. هؤلاء غلوا في إثبات الكرامات حتى اعتقدوا أن كل شيء يخالف العادة فهو كرامة، ولو كان جرى على يد ساحر كاهن مشرك يقولون هذه كرامة. ولذلك يعبدون القبور، يقول أن صاحبها حصل له كرامات وحصل له كذا وكذا، فيطلبون منه المدد. هذا غلو في إثبات الكرامات.